بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي، احنا في الفصل الدراسي الثاني أولاد، وعندنا الوحدة الأولى زي ما عرفنا ان هي مجموعة الأعداد الطبيعية. هناخد الدرس الرابع فيها وهو العمليات على الأعداد الطبيعية. تعالى كده، احنا طبعا بيقول لي العمليات على الأعداد الطبيعية، احنا عارفين ان العمليات الحسابية بتاعتنا سنة خمسة اللي هي الجمع والطرح والضرب والإيه والقسمة. هناخد كده اولا الجمع في ق. عرفنا طبعا مجموعه الاعداد الطبيعيه بتاعتنا اللي هي 0 1 2 3 الى ما لا ايه نهايه. تعالى كده نشوف الجمع في ط. لما نحب نجمع عددين طبيعيين في ط، ايه هنجمع ازاي؟ بص كده معايا، بيقول لي اجمع 2 زائد 4 على خط الاعداد. طيب طبعا خط الاعداد احنا اتفقنا سنه 5 زي ما احنا شايفين كده ان احنا بنرسم خط الاعداد. بنقول ان احنا لما نرسم خط الاعداد بعمل خط مستقيم وبكتب عليه الارقام من اليسار لليمين، وبكتب من اول 0 1 2 3 4 الى ما لا ايه الى ما لا نهايه. وخلي بالي ان الاعداد وان الارقام على خط الاعداد بتكون بالترتيب 0 1 2 3 4. ما ينفعش ان انا انسى رقم في النص اقول مثلا 0 1 2 3 واقول لا 6 غلط، ما ينفعش. لازم الارقام تكون على خط الاعداد بالايه بالترتيب، والمسافة بين كل رقم والتانية سنة خمسة خلي بالك بتكون ايه متساوية، وده اتعلمناه في الدرس الاول لما خدنا مجموعة الاعداد الايه الطبيعية. طيب لما احنا بقى نحب نجمع 2 زائد 4 على خط الاعداد يا ولاد، طيب 2 يبقى انا ايه همثل الاتنين او هقف عند الاتنين على خط الايه الاعداد، زائد 4 يعني كأن ايه هعد كده ايه 4 خطوات بعد الاتنين زي ما احنا شايفين كده. مثلنا اول حاجة الاتنين، لما احب امثل الاتنين على خط الاعداد زي ما وضح لنا الخط، طلعنا من الصفر وقفنا لغاية الايه لغاية الاتنين، تمام. هنزود عليها 4 يعني كأني عديت 4 خطوات، 1 2 3 ايه 4. طب وقفنا لغاية فين؟ لغاية الايه لغاية الستة زي ما احنا شايفين. وخلي بالك من اتجاه الاسهم لسنة خمسة وانا بجمع على خط الايه على خط الاعداد، تمام. ويبقى اذا 2 زائد 4 بيساوي ايه، وقفنا لغايه مين؟ لغايه الايه لغايه السته، ويبقى 2 زائد 4 بيساوي كام؟ 6. طيب تعالى كده نشوف مع بعض خواص عمليه الايه الجمع. لو هنتكلم على خواص عمليه الجمع هنبتدي باول خاصيه وهي خاصيه الانغلاق. هنتحقق من خاصيه الانغلاق في الاعداد الطبيعيه، يعني نشوف فعلا هي لو جمعت اي عددين طبيعيين على بعض ناتج جمعهم عيد عدد طبيعي ولا لا. فلو فرضنا ان انا عندي عددين ا و ب بينتموا لط، عددين طبيعيين، هل لو جمعتهم ا زائد ب الناتج مثلا بتاعهم طلع ج، قال لي فان ج ده لابد ان ينتمي لط. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان انا مثلا لو عملناها بارقام على 5 زائد 4 عددين طبيعيين جمعتهم طلع الناتج 9، 9 ده عدد طبيعي. معنى الكلام ده كده ان ناتج جمع اي عددين طبيعيين هو عدد طبيعي، يعني عملية الجمع مغلقة ودائمة في ط، ممكنة دائما في ط، تمام. يبقى عملية الجمع ممكنة دائما في ط ومغلقة في ط، لان ناتج اي عددين طبيعيين دايما بيكون عدد طبيعي. طب دي اول خاصية معايا خاصية الانغلاق. تاني خاصية خاصية الابدال. قال لي انت لو جبت اي عددين طبيعيين وليكن برضو ا وب بينتموا لط، قال لي لو جمعت ا زائد ب هي ب زائد ا، يعني ا زائد ب بيساوي ب زائد ا. معنى الكلام ده ان عمليه الجمع ابداليه في ط. فتعالى كده ناخد مثال على الكلام ده. لو قلنا 5 زائد 7 بتساوي 7 زائد 5، هي بتساوي برضو 12، تمام. يبقى عمليه الجمع عندي ابداليه في ط. طب نشوف ثالث خاصيه معانا. بيقول لي خاصية الدم. بص يا سنة خمسة، ايه هي خاصية الدم؟ وبيقول لي مثلا وليكن ألف وب وجيم بإيه طبعا تلات أعداد طبيعية مثلا 2 وثلاثة وخمسة، طبعا الأعداد دي كلها بتنتمي إلى إيه؟ إلى ط. فبيقول لي إيه؟ فإن ألف زائد ب زائد جيم بتساوي ألف زائد ب، وحطينا ألف وب جوه أقواس وزائد الإيه زائد الجيم في نفس الوقت بتساوي برضو ألف زائد، وحطينا ال ب والجيم بين ايه بين أقواس. أنا ملاحظة إن ألف زائد ب زائد جيم من غير ايه من غير أقواس خالص،
واللي في النص الالف زائد ب ان الاقواس بين ايه الاقواس في الاول بين الالف والب، والايه الثالث واحده دي ان هي ايه الب والجيم اللي هي الاقواس في اخر ايه في اخر اثنين. تمام، ده زي مثلا ايه 1 زائد 2 زائد 3 وعايزين ايه نشوف كده الواحد زائد الاثنين، حطينا الايه اول عددين بين ايه بين اقواس ونزلنا الايه الثلاثه. طيب لو احنا خدنا برضو ايه نزلنا الواحد وخدنا اخر عددين وحطناهم بين ايه بين اقواس وجبنا ناتج المساله الاولى وناتج الثانيه وناتج الثالثه، برضو الناتج في الثلاث حالات هيطلع هو هو الايه هو هو الايه السته. طيب لما ادمجنا اول عددين وادمجنا اخر عددين طب برضو طلع نفس الايه الناتج، ادمجنا كده اول عددين في بين اقواس يبقى دي كده خاصيه اسمها خاصيه اللي هي سنه 5 خاصيه الايه خاصيه الدمج. هل الناتج اختلف لو دمجنا اول اثنين او دمجنا اخر اثنين لما بنجمع ثلاث اعداد في طه؟ هل الناتج اختلف؟ لا ما اختلفش. اذا عمليه الجمع دامجه في ايه؟ دامجه في طه. عمليه الجمع دامجه في ايه؟ في طه. يبقى اول خاصيه عندنا قلنا الانغلاق، تاني خاصيه كانت الابدال، والثالثه اللي هي الايه الدمج. طب تعالى نشوف كده خاصيه المحايد الجمعي. لما بنجمع صفر زائد الف بتساوي هي هي الف زائد ايه الف زائد صفر بتساوي الف. الالف ده مثلا اخد اي مثال لاي عدد طبيعي مثلا صفر زائد خمسه هي هي خمسه زائد صفر هيساوي كام؟ هيساوي خمسه. اذا انا لما بجمع الصفر على اي عدد بيطلع هو هو الايه هو هو العدد. يبقى اذا العنصر المحايد الجمعي في ط هو ايه؟ هو الصفر. العنصر المحايد الجمعي في ط مين؟ الصفر. تمام. طيب تعالى بقى ناخد شويه اسئله عشان نشوف احنا نستخدم القواس دي ازاي عشان نسال على نفسنا عمليه الجمع. بيقول لي استخدم القواس لتسهيل ايجاد الناتج. اول سؤال معايا بيقول لي 257 زائد 51 زائد 49. انا بمجرد ان انا اشوفها كده فعايز اسال على نفسي عمليه الجمع دي، قال لي رقم واحد تبص على خانه الاحاد في كل عدد من دول. يعني خانه الاحاد في اول عدد هي 7، في تاني عدد 1، في تالت عدد 9. تمام؟ قال لي اجمع الارقام اللي تديلك فيهم عشرات. يعني ايه؟ يعني شوف مكونات العشره، مكونات العشره عندك اللي هي مثلا الصفر وعشرة، الواحد والتسعه، الاثنين والثمانيه، التلاتة والسبعة، الستة والاربعة، الخمسة والخمسة. تمام؟ انا هنا عندي لو جمعت السبعة والواحد هيدوني عشرة؟ لا. طب لو جمعت الواحد والتسعة؟ هيدوني عشرة. يبقى على طول نستخدم خاصية الدمج اللي لسه شرحينها من شوية. هندمج مين؟ هدمج الواحد وخمسين مع التسعة واربعين. يعني احط قوسين على الواحد وخمسين والتسعة واربعين مع بعض. يعني بحدد له ان انا هشتغل او هجمع الاتنين دول مع بعض الاول. يبقى هنقول بيساوي 257 زائد قوسين فيها 51 زائد 49، ولازم اكتب اسم الخاصيه اللي استخدمتها. فانا استخدمت دمج فهكتب خاصيه الدمج. بعدين نجمعهم، ال 257 مش حاجه جنبها لسه دلوقتي هكتبها، وبعدين هجمع 51 زائد 49 هتطلع ب 100. هجمعها ب 100 دي زائد ال 257 هتطلع ب 357. 357 ده عدد طبيعي. تمام؟ يبقى كده انا حققت كمان خاصيه الايه؟ خاصيه الانغلاق، ونكتب اسم الخاصيه اللي انا بحققها في كل خطوه من خطوات الجمع. نشوف المساله اللي بعد كده سنه 5 او بيقول لي ايه؟ 753 زائد 972 زائد 247. احنا قلنا ايه؟ ان احنا عايزين نسهل عمليه الايه؟ عمليه الجمع. فباخد الايه الاعداد اللي بتديني عشرات كامله او بيبقى في الناتج بتاعها فيها صفر ايه لتسهيل الايه عمليه الجمع. طب انا ملاحظ مين ومين اللي انا لما هجمعهم يدينا صفر في الناتج او يديني عشرات كامله؟ اللي هو مين؟ ال 753 مع مين؟ ال 247. يبقى هاخد كده ال 753 زائد 247 زائد 902 وايه 972. طب انا كده ايه عملت ايه سنه 5؟ بدلت، انا بدلت كده الاعداد ايه ببعضها لتسهيل ايه عمليه الايه الجمع او لتسهيل ايجاد الناتج. يبقى هقول بيساوي طبعا اللي انا ايه حطيتهم جنب بعض للتسهيل اللي هم مين؟ 753 زائد 247، وبالتالي هحطهم بين ايه؟ بين اقواس. طب طالما حطيناهم بين اقواس يبقى هنكتب جنبهم خاصيه الايه؟ خاصيه الدمج. تمام؟ طبعا خاصيه الدمج
يبقى انا ايه اللي انا دمجتهم دول اوجد الناتج بتاعهم وانزل العدد الايه التالت عندي اللي هو ايه 972. يبقى هقول 972 زائد 753 زائد 247 الناتج جمعهم كام؟ 1000. يبقى ايه هقول ايه 1000 زائد 972 هيساوي كام؟ 1972. وايه و 1972 ده بينتمي لايه؟ لط. اذا دي كده خاصيه الايه الانغلاق. وما انساش اكتب اسم كل خاصيه جنب ايه جنب الايه الحل بتاعها سنه 5 زي ما احنا شايفين. المثال التالت بقى معايا بيقول لي 892 زائد 788 زائد 308 زائد 512. هنا لو بصينا كده نركز مع بعض هنلاحظ ان اول عدد فيه 2 احاده 2، تاني عدد احاده 8، التالت احاده 8، الرابع احاده 2. حلو قوي. طب احنا عارفين ان الاتنين والتمانية دول بيدوني عشرات كاملة يبقى نقدر ادمجهم مع بعض. فهنروح مع بعض على طول كده عايزين ندمج الاتنين مع التمانية مع بعض. بس خلي بالك كده ركز معايا، انا لو دمجت اول عددين مع بعض ناتج الجمع هيطلع تقيل شوية. لا انا عايز اسهله على نفسي اكتر. تمام، اروح اعمل ايه؟ انت لو عايز تسأله على نفسك اكتر وبسيط كويس قوي على المسألة هتلاحظ ان انت لو بدلت ال 308 مكان ال 788 هتسهل عليك اكتر عشان تدمج ال 308 مع ال 892 وتدمج ال 788 مع 512. فأول خاصية هنستخدمها هي خاصية الإبدال ونبتدي نبدل ال 308 مع ال 788 زي ما احنا شايفين كده واكتب خاصية إبدال، ثم ابتدي ادمج أول عددين مع بعض والتالت والرابع مع بعض واكتب جنبهم خاصية الدمج وابتدي اجمع. اجمع اول عددين هيطلع الناتج 1200 وهجمع تاني عددين هيطلع الناتج 1300. تمام، هبتدي اجمعهم هيطلع الناتج 2500. 2500 ده عدد طبيعي ينتمي لط، يبقى انا كده كمان حققت خاصية الانغلاق. بعد ما شفنا الجمع في طه سنه 5 تعالى كده نشوف العمليه الثانيه عندنا اللي هي الطرح في ايه الطرح في طه. بيقول لي اطرح 5 ناقص 3 على خط الاعداد. اول ما تسمع كلمه خط الاعداد بنمثل خط الاعداد زي ما اكدنا وشفنا سنه 5 ان احنا بنرسم الخط، بنعمل خط مستقيم مسافات متساويه بين كل رقم والتاني، الارقام تبقى بالترتيب على خط الايه الاعداد زي ما احنا شايفين الرسم على السبوره اللي قدامك. بص معايا كده بيقول لي اطرح 5 ناقص 3. 5 يبقى احنا هنمثل اول حاجه الخمسه، هنمثل الخمسه ازاي؟ بطلع من الصفر لغايه الخمسه. تمام، وزي ما انت شايف اتجاه السهم كده ان احنا ايه من الصفر طالعه من الصفر لغايه الخمسه، يعني كاننا ماشيين لغايه الايه الخمسه كده، يعني ناحيه الايه ناحيه اليمين، اتجهنا ناحيه الايه اليمين. تمام، ناقص 3، ناقص 3 يبقى انا ايه هنقص، يبقى معنى كده ان انا هرجع 3 خطوات لليسار. تمام، يبقى هنرجع ايه هنقص كده ايه 3 خطوات كده للايه لليسار، او هنرجع لليسار 3 خطوات. ارجع 3 خطوات 1 2 3 يبقى احنا وقفنا عند مين؟ عند الاثنين. اذا 5 ناقص 3 هيساوي ايه؟ هيساوي 2. جميل، وشفناها على خط الاعداد. طيب يلا بينا كده نلاحظ يا سنة 5 مع بعض الملحوظة دي بتقول لي ايه؟ 3 ناقص 5. طب انا عارفة ان احنا ايه خدنا يا سنة 5 ان احنا ايه بنطرح ايه عدد كبير ناقص عدد ايه صغير. طب 3 ناقص 5، 3 دي ايه صغيرة. تمام، ناقص 5، هل دي كده ممكنة في طه؟ قال لي لا غير ممكنة في ايه في طه. بالنسبة لنا 3 ناقص 5 غير ممكنة في ايه في طه. ايه خلي بالك ايه ان هي إيه غير ممكنة في طه. اذا عمليه الطرح غير ممكنه دائما في ايه في ط، وليست مغلقه في ايه في ط زي ما شفنا كده ان 5 ناقص 3 ايه ممكنه في ط، انما 3 ناقص 5 لا غير ممكنه في ايه في ط. فهنقول بقى اذا كان ا و ب عددين طبيعيين فان ا ناقص ب طبعا ممكنه في ايه في ط، بس خلي بالك ان الالف لازم تكون اكبر من او تساوي الايه او تساوي ب. تمام، طيب 5 ناقص 3 لا تساوي 3 ناقص 5. ماشي يا سنه 5، اذا عمليه الطرح ليست ابداليه في ايه في ط. لما طرحنا 5 ناقص 3 عرفنا ان هي 2،
طب 3 ناقص 5 لا دي غير ممكنه في ايه؟ في طرح. اذا عمليه الطرح ليست ايه؟ ليست ابداليه. لما بقول لك 6 ناقص 4 ناقص 2 تمام؟ وعملنا دمج لاول ايه؟ لاول عددين اللي هم الستة والاربعة. طبعا لما بندمج ونحط في اقواس بنحل الاقواس الاول. 6 ناقص 4 كام؟ 2. طب 2 ناقص 2 0. طب تعالى ادمج كده اخر عددين اللي هم الاربعة والايه والاثنين. يبقى هنقول ايه؟ 6 ناقص 4 ناقص الايه؟ ناقص الاثنين. طبعا احنا بنحل الاقواس الاول، يبقى ايه اللي جوه القوس اللي هي 4 ناقص 2 اللي هي بكام؟ ب 2. يبقى اصبحت 6 ناقص 2 تساوي كام؟ 4. يبقى لما دمجنا اول عددين ودمجنا اخر عددين الناتج بتاعي حصل له ايه؟ اختلف، وبالتالي عمليه الطرح ليست دامجه في ايه؟ ليست دامجه في طه، انما طبعا عمليه الجمع كانت دامجه في ايه؟ في طه. خلي بالك يا سنه 5. ناخد معانا مثال بيقول لي ضع علامه تنتمي ولا تنتمي. اول واحده بيقول لي 17 ناقص 17. 17 ناقص 17 ده بصفر. طب الصفر ده موجود في طه ولا لا؟ طبعا ده صفر اصغر عدد طبيعي تبقى تنتمي طه. تاني واحدة بيقول لي 16 ناقص 20. أنا كده بطرح عدد صغير ناقص عدد كبير. وإحنا اتفقنا إن عدد صغير ناقص عدد كبير دي غير ممكنة في طه. تبقى أكيد لا تنتمي لطه. تاني واحدة 1 ناقص 75 من 100 دي هتساوي كام؟ 1 ناقص 75 من 100 هتساوي 25 من 100. 25 من 100 ده كسر 10. واحنا اتفقنا ان الاعداد الطبيعيه اللي تحتوي على كسور او اعداد عشريه او كسور او اعداد او اعداد كسريه تمام، هي كلها اعداد طبيعيه صح. فيبقى 25 من 100 دي لا تنتمي برضو لطه. طيب هنا عندي بيقول لي رابع واحده 236 من 100 زائد 364 من 100 تمام، دي هنا بتجمع اعداد عشريه. نتاكد ان هي موزونه، طبعا موزونه، هنا في عددين 20 وهنا في عددين 20، نبتدي نجمع 6 و 4 10 0 معايا ال 1، 1 على 3 4 4 و 6 10 0 معايا ال 1، العلامه قبلتني بتنزل، وهنا هتبقى 1 هتتحط على ال 2 تبقى 3 3 و 3 6 هتبقى 6 صحيح، وما عنديش حاجه في الاجزاء العشريه يعني بتساوي 6. ال 6 ده عدد طبيعي بينتمي لطه، يبقى ناتج الجمع ده هنقول عليه ينتمي لطه. شفنا العملية الأولى كانت الجمع والتانية كانت الطرح، تعال نشوف ثالثا الضرب في طه. بص معايا سنة 5 بيقول لي مثل على خط الأعداد 2 في 3. طبعا إيه، أنا قلت لك أول ما تسمع مثل على خط الأعداد نرسم الخط زي ما تعودنا وتعلمنا الخط، الأرقام عندي بالترتيب مسافات متساوية، بنعمل إن خط إيه مستقيم تمام. بيقول لي 2 في 3. طب أنا عشان أمثل 2 في 3 هعمل إيه يا سنة 5؟ الاثنين عشان امثل الاثنين قلنا ايه؟ بنطلع من الصفر لغايه الايه؟ الاثنين. انا عارفه ان الاثنين دي في 3، يعني معناها ان الاثنين اتكررت ايه؟ 3 ايه؟ 3 مرات. يعني ايه؟ ادي كده ايه؟ مره اكرر كمان ايه؟ الاثنين مره ايه؟ مره كمان. طب وايه؟ مره ايه؟ ثالثه. يبقى كده معناها ان الاثنين اتكررت كم مره؟ 3 ايه؟ 3 مرات. يعني كانها ايه؟ 2 زائد 2 زائد 2 تمام؟ طيب لما هضرب الاثنين في 3 يعني كاني هكرر الاثنين دي ايه 3 مرات، طلع كام؟ وقفنا لغايه كام؟ لغايه الستة. يبقى 2 في 3 بكام؟ ب 6. 2 في 3 بايه؟ ب 6. وطبعا انا عارفه ان الاثنين في 3 هي 3 في ايه؟ 3 في 2 برضو يطلع نفس الناتج 6. طب تعالى نشوف كده خواص عمليه الايه؟ الضرب في طه. قال لي اول حاجه اولا خاصيه الايه؟ الانغلاق. لو هنتكلم على خاصيه الانغلاق في طه هناخد اي عددين طبيعيين وليكن ا وب بينتموا لطه اعداد طبيعيه، فهنشوف ناتج ضربهم هيطلع. قال لي لو ضربت ا في ب وليكن الناتج طلع ج، قال لي ج ده لابد ان يكون عدد طبيعي، فاخدنا لو مثال مثلا 5 في 4 هيساوي 20، ال 5 وال 4 اعداد طبيعيه ناتج ضربهم كمان طلع عدد طبيعي بينتمي لطه. معنى كده ان ناتج او حاصل ضرب اي عددين طبيعيين لابد ان يكون عدد طبيعي، يعني عمليه الضرب ممكنه دائما في طه، يعني عمليه الضرب مغلقه في طه. طيب نروح على تاني خاصيه وهي خاصيه الابدال. في خاصيه الابدال بيقول لي لو يكن عندك عددين طبيعيين مثلا ا وب بينتموا لطه، قال لي لو جيت ضربت ا في ب حاصل ضربها بيساوي ب في ا،
انا هنا بس بدلت وطلع حظ ناتج الضرب ده وهو ناتج الضرب ده، فبقدر اقول ان عمليه الضرب ابداليه في طه. مثلا زي مثال 5 في 7 هي هي 7 في 5، ناتج او حاصل ضربهم بيساوي 35. طيب تعالى نشوف كده ثالثا خاصية الايه الدمج. وليكن عندي مثلا ألف وب وإيه وجيم وإيه، والتلاتة أعداد دول بينتموا إلى إيه؟ ينتموا إلى طه. فبيقول لي فإن ألف في ب في جيم بيساوي ألف في ب، وحطينا الإيه الأول عددين عندي اللي هما الألف والب بين إيه بين أقواس، ونزلنا العدد التالت اللي هو الجيم. والمرة التالتة عملنا إيه؟ دمجنا آخر عددين اللي هما إيه الب والجيم، ونزلنا الإيه الألف. تعالى كده نشوف كده المثال بتاعي بيقول لي ايه. وليكن واحد في اتنين في تلاتة، هندمج اول اتنين اللي هما الواحد ايه الواحد في اتنين نحطهم بين اقواس ونزل التلاتة. بعديها هنعمل ايه؟ هندمج اخر اتنين اللي هما ايه الاتنين والتلاتة وننزل الواحد. طب تعالى كده ايه نشوف كده الناتج بتاع حاصل الضرب واحد في اتنين في تلاتة بدون اقواس هتطلع بكام؟ اللي هي واحد في اتنين باتنين في تلاتة بايه بستة. طب تعالى كده نحل طبعا الاقواس، هتبقى واحد في اتنين باتنين في تلاتة بايه بستة. طب نشوف التالتة دي ان احنا هنحل الاقواس اتنين في تلاتة بايه بستة في واحد بايه بستة. هل ناتج الضرب في التلات مرات اختلف؟ لا ما اختلفش. يبقى معنى كده ان عملية الضرب دامجة في ايه في طه، سواء دمجنا اول عددين او دمجنا اخر عددين او ما دمجناش خالص، نفس الايه طلع نفس الايه الناتج، وبالتالي عمليه الضرب دامجه في ايه في طه. طب تعالى نشوف رابع خاصيه اللي هي بيقول لي خاصيه المحايد الضربي. زي ما خدنا سنه خمسة اللي من شويه كده ان احنا قلنا ايه المحايد الجمعي في طه اللي كان مين الصفر، اي عدد بجمعه على الصفر يطلع نفس الايه نفس العدد. طيب بص معايا كده، تعالى بقى للمحايد الضربي. تعالى لو ضربنا الواحد في ألف أو الألف في واحد هيطلع إيه؟ هيطلع بألف. يعني مثلا تضرب تسعة في واحد هي هي واحد في إيه؟ واحد في تسعة بكام؟ بتسعة. وبالتالي العنصر المحايد الضربي في طه هو الإيه؟ هو الواحد. المحايد الضربي عندنا في طه مين؟ الواحد. نشوف المثال مثلا بيقول لي إيه؟ واحد في خمسة بتساوي خمسة في واحد هتطلع بكام وهيساوي كام؟ خمسة. خامس خاصية معايا وهي خاصية الضرب في صفر. لو أنا عندي عدد طبيعي وليكن ألف ينتمي لطه، لو أنا جيت ضربت الصفر في ألف أو الألف في الصفر تمام، فناتج حاصل ضربهم هيساوي برضو إيه؟ الصفر. يعني إيه؟ يعني أي عدد طبيعي بتضربه في الصفر أو تضرب الصفر في أي عدد طبيعي بيكون حاصل ضربهم صفر. يعني مثلا لو خدنا مثال صفر في تلاتة هي هي تلاتة في صفر هي هي ليه؟ الصفر. تمام. نروح لسادس خاصية معايا وخاصية التوزيع. أنا لو عندي مثلا تلات أعداد طبيعية أ و ب و ج، لو أنا عندي الأ مضروب في قوسين، قوسين دول مكتوب جواهم ب زي ج، هنعمل إيه؟ قال لي عشان تضرب الأ جوه القوس ده فأنت هتاخد هتوزع عملية الضرب اللي بره على عملية الجمع اللي جوه. إزاي؟ قال لي هتاخد الألف تضربها مرة في الب وهتاخد الألف تضربها مرة في الجيم، يبقى أنا كده وزعت عملية الضرب على عملية الجمع اللي جوه الأقواس. أخدت الضرب ضربت مرة في أول عدد وبعدين أخدته ضربته في تاني عدد، يبقى ألف في ب وألف في جيم. طب والجمع؟ قال لي الجمع بينزل في النص زي ما إحنا شايفين كده، تبقى ألف زائد ب ألف في ب زائد ألف في جيم. تمام. يبقى أنا بقدر أوزع الضرب على الجمع، ويمكن أيضا توزيع الضرب على الطرح. يعني إيه؟ يعني ممكن لو كانت ألف في وجوه في ب ناقص جيم هنعمل برضو نفس الكلام، هتبقى ألف في ب وألف في جيم، وفي النص بدل الزائد هنحط ناقص. فناخد مثال على الكلام ده، خمسة مضروبة في تلاتة زائد اتنين، هعمل إيه؟ هاخد الخمسة هضربها في التلاتة وحط علامة الجمع، وبعدين اخد الخمسة اضربها في الاتنين. طب خمسة في تلاتة بخمستاشر زائد خمسة في اتنين بعشرة، خمستاشر زائد عشرة هتطلع بخمسة وعشرين. طيب
بص معايا كده سنه 5 بيقول لك ايه، استخدم الخواص لايجاد الناتج. طبعا احنا تعرفنا مع بعض على الخواص، عايزين بقى ايه نستخدمها ايه لتسهيل ايجاد الايه الناتج، زي ما استخدمنا الخواص قبل كده في الجامعه نستخدمها دلوقتي مثلا في الضرب. بيقول لي 4 في 12 في 25. طيب بص معايا سنه 5، لو انا ايه عايزين ندور كده على عددين برضو اضربهم في بعض، ولما اضرب العددين دول يكون في الناتج فيه ايه، يكون في اصفار عشان يسهل لي، اللي هي مثلا الاصفار يعني عشرات كامله بحيث ان هي تسهل لي عمليه الايه الضرب. تمام، يبقى هنضرب مين؟ 4 في كام؟ 4 في 5 وايه 4 في 25. تمام، يبقى هاخد ال 4 واضربها في 25 في كام اللي ايه في ال 12. طب انا كده عملت ايه؟ بدلت. يبقى اكتب جنب السطر ده خاصيه ايه؟ ابدال، ما انساش بيساوي. طب انا ايه كده بدلت، تاني حاجه هعمل ايه؟ هحط الاربعه في 25 دي بين ايه؟ بين اقواس. يبقى انا كده عملت ايه؟ استخدمت خاصيه الايه؟ الدمج، وانزل برده في ايه؟ في 12. طب انا عارفه 4 في 25 بكام؟ سهل، الناتج بتاعها بكام؟ ب 100. طب اضرب ال 100 في ايه؟ في 12. هنزل الاصفار واضرب 1 في 12 ب 12 تطلع ب 1000 وايه؟ 1200. طب ال 1200 ده عدد ايه؟ طبيعي، يعني معنى كده ان هو بينتمي الى ايه؟ طه. وبالتالي هنكتب جنبها خاصيه الايه؟ الانغلاق. نشوف مساله ثانيه. هنا عندي 915 في 1001. انا هنا عايز استخدم الخواص. طيب خواص ايه هستخدمها هنا؟ انا هنا مش شايف، يعني ما هبدل ايه؟ دول عددين. طب هدمج دول عددين برضه. طب خاصيه توزيع، ممكن توزيع، بس توزيع محتاج ان احنا نركز شويه. تركز فيه، انت عندك ال 1001 دي عباره عن 1000 زائد 1، صح؟ طب ما تيجي نفك ال 1001 دي نكتبها زي ما احنا شفنا كده، 1000 زائد 1. يبقى انا كده بضرب 915 في قوس مكتوب فيه 1000 زائد 1، وابتدي اوزع عمليه الضرب على الجمع. يعني ايه؟ يعني هضرب ال 915 في ال 1000 زائد 915 في 1، وابقى انا كده استخدمت خاصيه التوزيع وسالتها على نفسي كويس قوي، لان 915 في 1000 بكام؟ ب 915000 زائد 915 في 1 ب 915. حلو، يبقى ابتدي اجمعهم بقى، الناتج هيطلع معايا 915915. طب ده عدد ايه؟ ده عدد طبيعي، يبقى بينتمي لطه، ويبقى انا كده حققت كمان خاصيه الانغلاق. طب نشوف المسألة اللي بعد كده، بتقول لي يا سنة 5 572 في 99. خلي بالك ان انا عايزة ايه؟ عايزة استخدم الخواص لتسهيل ايجاد الايه؟ ايجاد الناتج. طب ايه رأيك في ال 99 دي؟ واحد شاطر يقول لي يا ميس 99 دي اللي بيليها على طول مين؟ ال 100. طيب يبقى معنى كده ان ال 99 ان هي هتكون 100 ناقص ايه؟ 100 ناقص 1. ومن السهل قوي ان انا اضرب في 100 واضرب في ايه؟ واضرب في 1. جميل، بس نخلي بالنا ان احنا ايه من 100 ناقص 1. يبقى هاخد مسالتي كده واقول 572 في، وافتح قوس واكتب جواه 100 ناقص 1 اللي هي عباره عن الايه؟ عن ال 99. يبقى انا كده ايه؟ هستخدم كده خاصيه الايه؟ التوزيع. برافو، ان انا هقول هاخد ال 572 واضربها في ال 100 وارجع اضربها في الايه؟ في الواحد، واخلي بالي من الاشاره بتاعتي اللي هي ايه؟ الطرح اللي هي ناقص. يبقى هقول 572 في 100 واحطها جوه ايه؟ اقواس، ناقص 572 في كام؟ في 1. طب دي ايه دي؟ لما اخد العدد واضربه في العددين اللي جوه الاقواس وانزل الاشاره اللي بينهم، يبقى دي كده خاصيه اسمها خاصيه الايه؟ التوزيع. جميل، يبقى هقول ايه؟ 572 في 100 تطلع بكام؟ ب 57000 وايه؟ و 200. 572 في 1 بكام؟ ب 572. والاشاره اللي بينهم عندي ايه؟ طرح. يبقى هقول 57200 ناقص 572 هيطلع الناتج بتاعي بعد ما اطرحهم 56628. طيب بينتمي لطه ولا لا؟ ايوه بينتمي لطه. اذا دي خاصيه الايه؟ الانغلاق. نشوف المثال اللي بعده، بيقول لي 12 زائد 98 في 18. هنا انا هو دمج لي اول عددين، صح؟ هنا انت ممكن تجمع اول عددين دول ال 12 زائد ال 98 وتضربهم في ال 18، او ممكن تضرب توزع الضرب اللي بره في الجمع. تمام، يعني تقول ال 18 في دي تاخدها مره في ال 12 زائد 18 في ال 98.
او نعملها زي ما احنا شايفين كده، نجمع على طول ال 12 زي 98 هتساوي 110، 110 في 18. طب برضو ده حتى ال 110 دي احنا ممكن نوزعها صح، ممكن نخلي ال 110 دي 100 زائد 10 ونسهل على نفس التوزيع اكتر، يعني بدل ما انا اوزعها فوق 12 في 18 و 98 في 18 وبعدين اجمع الناتجين هتلاقي ارقام صعبه شويه، لا انا ممكن اسهلتها على نفسي، جمعتهم طلعوا ب 110 والناتج اللي هيطلع ده ال 110 انا وزعت خليته 100 زائد 10 تمام، وابقى سالتها على نفسي خالص، هضرب ال 18 دي مره في ال 100 وبعدين زائد واضرب ال 18 مره في ال 10 تمام، 18 في 100 ب 1800 زائد 18 في 10 ب 180 هنجمعهم على بعض هيطلع ب 1980. يبقى انا هنا استخدمت خاصيه التوزيع، وفي الاخر طبعا بنستخدم خاصيه الانغلاق. طيب نشوف، خدنا جمع وطرح والايه والضرب، نشوف الايه القسمه. بيقول لي ايه القسمه في طه، لما اقول 12 على الاربعه بيساوي كام؟ مثلا خمسه عارفينها طبعا 3، طبعا دي كده ممكنه في ايه في طه. طب 12 على الخمسه لما نقسم 12 على خمسه طلعت 2 و4 من ايه من 10، يعني ممكن تطلع ان هي عدد عشري او عدد ايه كسري، ليست طبعا ممكنه في طه لان احنا قلنا ايه مجموعه الاعداد الطبيعيه لا تحتوي على ايه كسور عشريه او كسور عاديه او اعداد عشريه او اعداد ايه كسريه، اذا ليست ممكنه في ايه في طه، اذا عمليه القسمه غير ممكنه دائما في ايه في طه، وبالتالي ليست مغلقه في ايه في طه تمام. لما اقول لك 15 على الثلاثة، هل هي 3 على 15؟ 3 على 15 هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا ايه كسر تمام. اما 15 على الثلاثة هتطلع ايه بخمسة، يعني عدد ايه عدد طبيعي، وبالتالي كده ايه عملية القسمة ليست ابدالية في طه، يعني 15 على 3 لا تساوي 3 على ايه 3 على 15 تمام. لما اقول لك 18 على الستة وحطينا ايه ال 18 والستة دي بين اقواس على 2، طيب نحل الاقواس الاول 18 على الستة فيها التلاتة على 2، طب 3 على 2 بكام؟ طلعت برضو ايه عدد عشري بواحد ونص. طب لما اقول لك ايه تعالى ادمج اخر 2 كده اللي هما الستة والاتنين، يبقى هقول 18 على ستة على الاتنين وستة على 2 بين اقواس، نحلها الاول 6 على 2 بكام؟ بتلاتة، وبالتالي اصبحت 18 على التلاتة فيها الايه فيها الستة. طيب هنا دمجنا اول اتنين طلع ناتج اللي هو الواحد ونص، ودمجنا اخر اتنين طلع الناتج ستة، وبالتالي عملية القسمة ليست دامجة في ايه في طه، عملية القسمة ليست دامجة في ايه في طه، يبقى ليست مغلقة او ليست ممكنة دائما في طه عملية القسمة، وليست ابدالية وليست ايه دامجة في طه. لما اقول لك اذا كان الف عدد طبيعي والالف ده لا يساوي الصفر، فإن صفر على ألف بيساوي صفر، لما مثلا أقول لك صفر على خمسة هيساوي إيه؟ صفر تمام؟ يبقى صفر على ألف بيساوي برضو إيه؟ صفر. لما أقول مثلا أهي صفر على خمسة بيساوي صفر، بينما خمسة على صفر قال لي إيه؟ غير ممكنة، خمسة على صفر دي غير إيه؟ ممكنة، لأنه لا يوجد عدد طبيعي إذا ضرب في الصفر كان الناتج إيه؟ خمسة، خلي بالك منها يا سنة خمسة. عندنا هنا بقى شوية ملاحظات. أول ملاحظة بتقول لي مجموع أي عددين طبيعيين زوجيين هو عدد زوجي، يعني يعني هات أي عددين طبيعيين زوجيين وليكن 2 و4، 2 و4 مجموعهم 6، 6 ده برضه عدد زوجي، عشان كده قلت أي عددين طبيعيين زوجيين مجموعهم عدد زوجي. طيب ومجموع أي عددين طبيعيين فرديين برضه هو عدد زوجي برضه. إزاي؟ هات أي عددين فرديين 1 و3 اجمعهم على بعض يتساوي كام؟ 4. طب الأربعة ده عدد إيه؟ زوجي. يبقى مجموع عددين طبيعيين فرديين هو عدد زوجي. طب تالت ملاحظة معايا بيقول لي مجموع عددين طبيعيين أحدهما فردي والآخر زوجي، قال لي الناتج لازم يطلع فردي. طب تعالى نجرب، هات أي عدد فردي وليكن خمسة، أي عدد زوجي وليكن ستة، خمسة وستة 11، الـ 11 ده عدد إيه؟ فردي. يبقى مجموع أي عددين طبيعيين أحدهما فردي والآخر زوجي هو عدد فردي. رابع ملاحظة معايا بيقول لي حاصل ضرب
عددين طبيعيين زوجيين هو عدد زوجي. يعني انا لو عندي اي عددين طبيعيين زوجيين وليكن 2 و4، تعال نجيب حاصل ضربهم نضربهم في بعض، 2 في 4 بكام؟ ب 8. 8 ده عدد ايه؟ زوجي. يبقى حاصل ضرب اي عددين طبيعيين زوجيين هو عدد زوجي. شوف الملاحظه اللي بعدها، بيقول لي حاصل ضرب عددين طبيعيين فرديين هو عدد فردي. طب تعالى نتاكد من الملاحظه دي، هات كده اي عددين طبيعيين فرديين واضربهم في بعض، 3 و5 اضربهم، 3 في 5 بكام؟ ب 15. طلع عدد ايه 15 ده؟ عدد فردي برضو. يبقى فعلا حاصل ضرب عددين فرديين بيكون عدد فردي. الملاحظه اللي بعديها بيقول لي حاصل ضرب عددين طبيعيين احدهما فردي والاخر زوجي هو عدد زوجي. نتاكد، طيب وليكن الفردي 3 والزوجي 2، اضربهم في بعض، 3 في 2 بكام؟ ب 6. 6 ده عدد ايه؟ عدد زوجي. يبقى فعلا حاصل ضرب اي عددين طبيعيين احدهما فردي والاخر زوجي ناتج بتاعهم هيكون عدد زوجي. طيب الملاحظه اللي بعديها بيقول لي حاصل ضرب اصغر عدد اولي. مين هو اصغر عدد اولي؟ الاثنين هو اصغر عدد اولي. لو هتيجي تجيبه تضربه في اي عدد تاني اولي، طب اي عدد تاني اولي زي مين؟ وليكن الاثنين برضو، وليكن التلاتة، وليكن الخمسة، تمام؟ اي عدد فردي هتضربه في الاثنين هيكون الناتج زوجي. فعلا انت لو جبت اي عدد زي وليكن الخمسة، خمسة في اثنين بعشرة، عشرة العدد زوجي. اثنين في اثنين باربعة، هيطلع برضو عدد زوجي، تمام؟ فانت لما بتضرب اصغر عدد اولي في اي عدد اولي، تمام، وليكن عدد اولي ده 2 او 3 او 5 او 7 او 11، كل الاعداد الاوليه اللي عندك دي لما تيجي تضربها في الاثنين لازم ناتج حاصل الضرب يطلع عدد زوجي. شوف المساله بتقول لي سنه 5 اكمل معايا كده. رقم واحد العنصر المحايد الجمعي في طه، محايد جمعي قلنا مين؟ الصفر. بينما العنصر المحايد الضربي في طه هو ايه؟ الواحد. جميل. طب نشوف المسألة التانية، بيقول لي اذا كان 9 في 13 بيساوي 13 في س، فان س بتساوي كأن خاصية الابدال، يبقى 9 في 13 تساوي 13 في ايه؟ برافو، في 9. يبقى س بتساوي 9. بص معايا كده مسألة رقم 3، بيقول لي 93 زائد 87 ناقص 87 زائد 93. خلي بالك يا سنة 5، أنا ملاحظة إن نفس الأعداد اللي في القوس الأول 93 موجودة هنا وموجودة هنا، وال 87 موجودة برضو في القوس الأول وفي القوس الثاني. يعني معنى كده إن هيطلع نفس الإيه؟ نفس ناتج القوس الأول هو هو ناتج القوس الإيه؟ الثاني، وهنا جمع وهنا جمع برضو، تمام؟ يبقى القوس الاولاني نفس الناتج والقوس الثاني نفس الناتج. طيب تمام، نفس الناتج وهطرحه من نفس الناتج، يبقى هيطلع ايه؟ برافو، هيطلع ايه؟ صفر، حتى من غير ما اقوم بعمليه الايه؟ الجمع اللي بين الايه؟ اللي بين الاقواس، تمام؟ ولو اتلخبطت برضو ممكن تتاكد ان انت بتجمع القوس الاولاني وتطلع الناتج وتطرحه من ناتج جمع القوس الثاني، برضو هيطلع ايه؟ صفر. طيب رقم 4 بيقول لي في الشكل المجاور ميم ونون عددان طبيعيان، فإن أنا ملاحظة ميم ونون، فإن إيه؟ بص معايا كده، ميم ونون. طيب الميم بتقع يمين مين؟ يمين النون، وبالتالي الميم هتبقى إيه؟ أكبر. طب هو حاطط لي علامة إيه؟ أصغر، تمام؟ طيب النون بتقع إيه؟ يسار الإيه؟ يسار الميم، وبالتالي النون هتبقى أصغر من الميم، النون أصغر من الميم، تمام؟ نروح للسؤال اللي بعده، بيقول لي ضع علامة صح أو علامة خطأ. السؤال الأول بيقول لي 81 زائد 112 جوه قوسين مضروبين في 117 هي بيقول لي بتساوي، يعني ال 117 مضروبة في ال 112 زائد ال 81. هو هنا عمل إيه؟ كل اللي هو عمله إن هو عمل عملية إبدال داخل القوسين، تمام؟ وعمل عملية إبدال لعملية الضرب اللي بره. عملية الجمع طبعا إبدالية، فعملية الإبدال اللي جوه الأقواس صحيحة، وبرضو عملية الضرب اللي خارج الأقواس إبدالية، فهو برضو عملية إبدال اللي بره الأقواس برضو صحيحة. يبقى ناتج الجمع حصل
الضرب هنا الاخير وحاصل الضرب هنا الاخير هيكونوا متساويين، يبقى هنا الايه الاجابه صح. السؤال الثاني بيقول لي 5 ناقص 8 بتنتمي ده؟ لا طبعا خطا، لان هنا الخمسه اصغر من 8، واحنا اتفقنا لما يبقى العدد الاول اصغر من العدد الثاني بيكون عمليه الطرح غير ممكنه في طه. السؤال الثالث بيقول لي 28 على 6. 28 على 6 مفيش رقم قراه في 6 دي 28. ال 28 على 6 دي غير ممكنه في طه. فهو بيقول لي بتنتمي لطه، يبقى ده كلامه ده ايه؟ خطا. السؤال الرابع بيقول لي 5 ناقص 0 بتساوي 0 ناقص 5. احنا اتفقنا ان عمليه الطرح عمليه غير ابداليه. تمام؟ فما ينفعش اقول 5 ناقص 0 بتساوي 0 ناقص 5، لان الطرح اساسا غير ابدالي، تبقى دي عمليه خاطئه. طب السؤال الخامس بيقول لي فتح اقويس وكاتب 120 زائد 80 والقوسين دول مضربهم بضربهم في 4 بيساوي 120 في 4 زائد 80 في 4. هو عمل كده ايه؟ هو كده المفروض ان هو وزع عملية الضرب اللي بره على الجمع اللي جوه، وزع الضرب على الجمع، يعني اخد الاربعة ضربها مرة في 120 واخد الاربعة ضربها مرة في 80 وحط بينهم علامة الجمع. فعلا هو ده هو اللي عمله، يبقى كده هو حقق قصية التوزيع وكده الجملة الرياضية دي كلها على بعضها صحيحة. خلصنا درسنا سنة 5، تعالى بقى جه وقت سؤال المتفوقين. وبيقول لي ايه السؤال؟ استخدم خواص الابدال والتوزيع والدمج لايجاد الناتج. اول مسألة عندي بتقول لي 10 في وفتح اقواس 75 زائد 812 زائد 25 وقفل القوس. تاني مسألة بيقول لي فتح اقواس وكتب جوه الاقواس 125 في 8 زائد 25 في 40 ونقفل القوس في 90.